اليوم وضع الكمامة أصبح ضروريًا ووجوبيًا. راه القانون راه ما كيحميش اللي ما وضعش الكمامة، راه غيتابعو، راه كاين غرامات، راه كاين متابعات. هذه تدابير احترازية بسيطة خصنا نعملوها، نعملو الكمامة، نتابعو الجسدي، نعملو المعقم، نطفو حاج ريحتنا، نطفو حاج وليداتنا، من أجل المصلحة ديالنا والجيران ديالنا والمداشر ديالنا والجماعة ديالنا والإقليم ديالنا. الدفاع ديال الاصابات ساكنه جماعه قلة. ايها المواطنون، ايتها المواطنات، اليوم ارتفاع ديال الاصابات، حالات ديال فيروس كورونا بالاقليم العرائش، واليوم والجماعه ديال قلة جزء من اقليم العرائش. جينا اليوم كجمعيه وكجمعيات البركه للتنميه الاجتماعيه والثقافيه والبيئيه من اجل المصلحه ديالكم، التوعيه والتاسيس من اجل ارتداء الكمامه، لانها هي السبيل الوحيد لوقايتنا من هذا الفيروس. اليوم الدوله جندت جميع الامكانيات ديالها من اجل الحفاظ على ارواحنا، ولكن اليوم كمجتمع المدني خرج للميدان لاعطاء واحد نفس جديد لاجل مصلحه هذه الجماعه والساكنه ديال المداشر ديالها. اذا ارتدينا الكمامه وعملنا التباعد الجسدي ونطفنا يدينا، راه غنعملو الوقاية. إذا بتعدنا هذا بعد من هذا، راه وقاية. عملنا الكمامة وقاية، نطفنا حالتنا وحالت وليداتنا وقاية، من أجل المصلحة ديالنا وديال وليداتنا وديال الجماعة ديالنا وديال المداشر ديالنا، خصنا نعملو هاد التدابير الاحترازية. اليوم هاد الجمعية حملت على عاتقها أنها توعيكم وتحسسكم بالتعاون مع السلطات العمومية. ضروري خصنا ننسقوا مع السلطات العمومية ومع الجماعة القروية باش تخرجوا لهنا. هذه مسألة قانونية، هذه ونخافوا عليكم من هذا انتشار هذا الفيروس. راه السبيل الوحيد هو أننا نطفروا الجهود باش نفوتوا هذه المرحلة ديال فيروس كورونا وانتشار ديالو بسلام. إذا عملنا الكمامة ديالنا، عملنا التباعد الجسدي، عملنا نظفنا يدينا، نظفنا وليداتنا، عملنا التباعد الجسدي، هذه كمسائل لإجراءات ضرورية وبسيطة نعملوها لأجل المصلحة ديالنا. في حالة أي مواطن ظهرت عليه الأعراض ديال فيروس كورونا، اتصل بالسلطات العمومية واتصل بالسلطات الصحية، وهي اللي تعمل الواجب. حيت الفيروس كينتشر، وإذا تصاب واحد غيتصابوا معاه العائلة ديالو. فلهذا اللي حس براسو راه تصاب، يعلم السلطات العمومية. هذه حملة توعوية تأسيسية لأجل المصلحة ديالكم.